اوكي نكمل بعد ما ذبحنا الزعيم. خلينا ناخذهم الآن واحد واحد. خلينا نسوي بف كذا سريع، بس مش لايتنينج. خلينا نجيب دارك او نار. خلينا نذبح هذا. طبعا هو أعمى شوية، مدري ليش. طبعا في صناديق خلنا ناخذها. اعتقد انه كذا خلاص، ما عاد في شيء. في شوية اعداء هنا، ما تضيع وقتك معاهم. خليني اجيب مكان هنا شوي مظلم. طبعا هذا فيندريك، الملك فيندريك، ما يسوي لك شيء. طبعا ناخذ الايتم هذا، كينجز رينج. هذا الخاتم مهم جدا عشان تقدر تفتح بوابة الملوك. طبعا ما يسوي شيء، لكن اذا حبيت انك تجازف وضربه كم ضربة. طبعا ضربة واحدة ما حيسوي شيء، بس عشان تفعل الفايت تقريبا تحتاج تضربه يمكن حوالي 10-15 ضربة، طبعا على حسب الدمج. ما ادري صراحة، بس انا ما راح اسوي الشيء هذا، نجيله بعدين. This ring is the symbol of the king. Use it to gain passage through the king's gate and venture to the far east, bearer of the curse. If you are to be the next monarch, then one day you will walk those grounds without really knowing why. بإمكاننا الآن نرجع. استخدم هومورد بون. طبعا السبب انك ما تبغى تضطر مع الزعيم هذا او الملك، هو انه اول شيء دمه راح يكون جدا 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 طويل، عشان تحل الموضوع هذا تحتاج 5 أقل شيء 4 و5 Souls of a Giant اللي هو هذا Soul of a Giant. تحتاج 5 منها. طبعا راح نجمعها. تحتاج 5 عشان يصير دمه طبيعي، يرجع دمه طبيعي يعني.
لو كان عندك أقل من كذا راح يكون دمه جدا طويل، ويمكن الفايت عندك يقعد ساعة أو نص ساعة. طبعا هو زعيم جدا جدا بطيء بس يعور، بس يعني في اللعبة هذه صح يعطونك زعماء كذا ضعيفين بطيئين، بس إذا جاك دمج خلاص يعني. فالأفضل إنك تجيب سولو في جاينت 5 حبات، راح نجيبها إن شاء الله في الأوقات الجاية. سوي ليفل أب سريع. نروح لستامينا و هو كذا. خليني اروح بس اشتري شوية اسهم. ولا مو لازم صراحة، مو لازم. طبعا اخذنا الخاتم اللي يفك بوابة الملوك. طبعا في تقريبا 2 أو 3 بوابة ملوك، هذا أول واحد. عشان تفكه لازم تحط الخاتم، هذا هو ينفك. حرك. طب بإمكانك ترجع الخاتم القديم زي ما تبغاه، بس أول شي لازم تحطه بعدين تشيلها. خلينا نغير الرينج هذا، ما هو عاجبني. ما في صراحة خواتم تستحق. طبعا بإمكانك تيجي هنا وتروح تقابل زعيم، خلينا نذبحه كذا. حلو المكان هذا صراحة. طبعا بإمكانك تستدعي NPCات، يكون السمن ساين حقهم هنا، بس انا ما ابغى، ولاني كمان هولو ما اقدر استدعي. خليني نسوي بوف. استخدم جرين بلوسم عشان يرجع السمن حقنا بسرعة. نقول بسم الله. طبعا 2 هما نحاول اقتل هذا لانه دمه اقصر. طبعا هو يحاول يسوي بف، نحاول ما اخليه.
طبعا اذا ذبحت الاول هذا بيحاول يسوي له ريزوركت يرجع يقوم. يعني حاول تقتله بسرعة. شوف الان اذا سوى كذا يعني هو يسوي ريزوركت. اقتله بسرعة ايزي. ثرون ديفندر وثرون واتشر طبعا ما في شيء ثاني. خلينا نرجع ونستخدم هومورد بون. طبعا عندنا 82 سول 82000. خلينا نروح نلفل ولا بلاش بلاش نلفل. لا حنلفل مدري خلنا نلفل يلا. خلينا بس اشتري حاجة اللي هي ذي. طبعا السبب اني سويت زي كذا عشان ايش بنسيت انا؟ كنت ابغى حاجة. ايوه هنا في بيع يبيع أسلحة زعماء موجود هنا. خلينا نفك سبرنت عليه. هذا هو حنط. خلينا نشغل البونفاير. من يبيع اشياء كويس صراحة. اسلحة زعماء وزي كذا بس من مقابل سولز. سوي تريد في اسلحة سمالتا ديمون بريسور بشي كويس والله. بيعلك شيلد. يبيع ملابس.
طبعا ممكن نحتاجه بعدين، فخلينا نروح الآن. طبعا بما أننا عندنا الخاتم فك بوابة الملوك، في البوابة الموجودة هنا طنشهم. من هنا هذه بوابة الملوك، حط الخاتم. حطه وشيله على طول، مو لازم. الدياس كيب، خلينا ناخذ الايتم هذا. طبعا لا لا اخر عنه، اذا تعبى هذا المربع هذا تموت على طول. في بونفاير هنا، هذا ميميك. شنو كذا؟ شنو سحبني كذا؟ يلا هذول بيجون علي؟ نجيب هذا. اوكي طبعا انا راح انهي الفيديو هنا، ولكم ان شاء الله فيديو اخر.